مرحبا هيك. طيب كم يوم كان موضوع حول التصوير، فحبيت أراويكم اليوم جزء من شغلي اللي أنا ما أطلع كثير للناس. اليوم جاي أصور صابون أورجانيك 100%، يخص حب الشباب. صابون معمول جزء كبير منه من الفحم، بس أراويكم اليوم بعض التقنيات الناس اللي تعرف التصوير بالنسبة لنا أو بيسكس، أهم شيء الإضاءة. فويانا شوي. يعني هي الإمكانيات المتاحة، أكيد الناس اللي عندها إمكانيات تستعمل استوديو.